فيصل هذا وجهه مو غريب علي. منو هذا؟ هذا ابو دش داش صفرة. لا ابو دش صفرة صار له اسبوع قاعد. لا اللي تو دش. عرفته، هذا اكبر تاجر بقر مواشي. عرفته وحالتك حاله. انا عبالي بتقول لي تاجر ذهب ولا تاجر بترول غنم وبقر. يا حبيبي ابو فيصل هذا يصفط اربع متجار الذهب ويمشي فيهم. يابا ايش فيك؟ هذا انطفى تليفونه نص ساعه البورصه تنهار الدولار يروح. هذا هذا انت مو صدقك هذا مليونير؟ نعم ما حد يقدر ياكل بالشرق الاوسط قطعه لحم الا يستاذن منه. شلون الحين شو اسوي يعني؟ انت عرف عليه قاعد انت يعني ايش عندك عند هذا الريال؟ سولف وياك سالفه. لا لا صار له 6 أشهر ما تكلم معه. يلا 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 نتعرف عليه. يلا يلا يا حبيبي دام عنده ملايين. يلا 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 ضعت من سمعة الملايين. هذا قاعد حمام شمس. الله بالخير. الله بالخيرات. يا هلا والله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الله يسلمك. معك ابو فيصل ابراهيم صاحب القهوه. والنعم. وانا ابو سعد نسيبه. والنعم فيكم. وانا نعرفك طال عمرك من غير ما تقول. انا انت اكبر تاجر بقر. كنا البقر اكبر منه. ايه هو التاجر مو الثور هذا. ايه ما شاء الله ما شاء الله الله يزيد ويبارك. انا صراحه يا اشتري مش ما عندي كاش. ابو سعد فلوسك جاهزه؟ انا جاهز. ما عندك فلوس ما راح ابيع لك. لا يعني ودي تبيعني اقساط كل فتره ابيع واترزق الله واعطيك المقسوم. ليش شاري من عندي مكيف ولا الثلاجه حبيبي؟ انا اقساط ما احب. كاش كاش بس. ترى ناس اكبر منك وشركات عالميه وتجار كبار يبيعون اقساط. شمعنا انت ابو سعد؟ تدري لو ما انت عزيز علي كان دفنتك هني. فهمت؟ ليش ليش كذي يعني؟ عشان الله معطيك صحه وعافيه وعضلات وهذه تبي تظلم الناس؟ ابو سعد لا خليني اطلع من طوري. يلا برا برا برا. يلا طس يلا طس. هالطول مربي بقر ربك دياي حمام. يلا طس. يلا ناس فقاره ما ابي اشوف لك على وجهي مره ثانيه. يا جماعه مالكم بالطويله؟ مسافرين للقاهره ولا فجأة وصلنا بالليل تعبانين؟ يمكن وصلنا طال عمرك كل واحد قال أنا بدش. والله كل واحد بيروح ويدش الكوخ. ما أجرنا فندق لا جبل، أخذنا جبل كامل احفر فيه كوخة قعدنا. المهم قعدنا والله ولا شوي واحد من الشباب قال أنا بروح أباكل لي شيء ولا نقعد بسلودير بيروت. والله وقعدنا المهم 3 أيام بالقاهرة ورجعنا على طول. والمهم حساب عندكم زين عمي؟ مع السلامة. الله يعافيك. سلم مشكورين يا جماعة حبيبي أنت.